ده ملف لسه استكمال البرامج اللي انا بصممها من غير تصوير. هنا بيبقى الملف ده مفتوح المصدر لو عايز تحمله. نقفل بس دوت. هنا تسجيل مثلا عقار جديد، هنا سجل دلوقتي عقار جديد من نيو. اسم العقار ده ماشي، عمارة إحسان، عمارة إحسان ديت ده اسم العقار. عمارة إحسان دي موجودة في 105 شارع المحطة الجيزة مثلا. مين بقى اللي بيحصل الأموال؟ أشخاص ممكن تضيف شخص منهم عن طريق الزائد دي. هنكتفي ايه، ممكن نخلي ايه فوزي هو الايه اللي يحصل. طبعا البرنامج لسه مش مكتمل، يعني هنشرح الحاجات اللي اتعملت. هنا المصروفات، هنا المصروفات مثلا، هنا صيانة مساعد 160 جنيه مثلا، وبيعمل إضافة. وهنا صيانة الكهرباء 100، وهكذا يعني. طبعا ده رقم الايه الحركة 131. هنا كده خلاص احنا كده سجلنا. هنا بقى الحاجات المهمة قوي اللي هو المالك والمستأجر. المالك والمستأجر هنا حسن، حسين، ضياء. المالك والمستأجر هنا حبيب. وطبعا بتعلم على الناس اللي هي المفروض تدفع الحاجات دي، تدفع الحاجات دي، وبنعمل إغلاق. هنا طبعا تسجيل الملاك وتسجيل المستأجرين، انت عايز تضيف، ضيف. المصروفات نفس الكلام، نضيف. هنا المحصل المدفوعات بقى، هنا طبعا احنا قلنا 31، طبعا زي ما قلت لك البرنامج لسه تحت الانشاء شغال فيه لسه. هنا بتحدد الرقم الحركه 31، قال لك انت هنا اجمالي المبلغ 260، مبلغ اجمالي المبلغ 260. طبعا هو حسب عدد الافراد 3، انا ممكن ابينها لك 3 هنا اهي، اخلي ده باين كده عشان ايه يبان كل حاجه. هو ده مطلوب مني، البرنامج ده مطلوب مني، بس انا ايه الراجل يعني ايه بيقول خد مهلك خد راحتك يعني على التصميم يعني. فقلت بالمره ارفع والناس تستفاد من الملف حتى نهايه 80% من الملف، وساعتها مش هقدر ايه ادي الملف نهائي بنسبه 100%. انما ماشي ما علينا. هنا 160 الاجمالي على 3 افراد، بيبقى كل واحد يدفع 83 و66 قرشا. بس طبعا مالناش دعوه بحته التجزئه دي، احنا ممكن نعمل حركه حلوه هنجزئها، نعمل كومه ونعمل ايه ونلغي خالص الكسور. لا انت انا عملتها العكس، معلش هنلغي خالص الكسور الناحيه التانيه، بس مش عايزين كسور ولا اي حاجه. نجمع المبلغ اهو بقى 87، المفروض دفع 87 لكل واحد. فهنا بندوس على المالك وبندفع. طبعا لسه دي ما استكملتش، فهي لحد دلوقتي كده ما استكملتش. ان شاء الله في الاول ما اخلصها الجزء ده هرفع الملف تاني تحمله. ده هيكون في قائمة التشغيل اللي هو تحميل ملفات مفتوحة المصدر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.